يعطيك العافية. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي. عليكم بالعافية. عاد أنا أخت المعرس، أبغاك تضبطيني. ما شاء الله، ألف مبروك. ابشري يا قلبي، راح أخلي كل العيون عليك اليوم، وما تطلعي من القاعة إلا عشر حريم خطبوك لعيالهم. نوف شفتي عامر؟ لا ما شفته، بس أكيد إنه مشغول، هو المعرس. دق عليه دق عليه. دقيت عليه وبوكي دق عليه ما يرد. يما أكيد مشغول، أصبر شوي ويدق عليك، لا تكبرين الموضوع. خليكي جاهزة يا أم العريس، شوي وأخلص من نوف. عامر عامر يا عريس، اسحي جوالك ودق. ايش السالفة؟ شكل زوجتك تدق عليك. قولي عريس يا عيون! يا راسي ايش السالفة؟ اقول امش انت يا ابو موت بكم؟ وين بدك؟ امش! الباب مقفل! طيب دريشة. الحين وشلون نروح بدون عامر؟ ابي اطمن على ولدي. يا بنت الحلال لا تشيلين هم، نبي نروح ولا تبي يجي. الو عامر، وينك فيه؟ اساله هو بخير ولا تاخر؟ بخير بخير، اي بس انشغلت عند الحلاق علشان كذا ما رديت عليكم. لا 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 تقلقون، خلاص روحوا القاعه وانا بجيكم. مع السلامه. عامر عامر انا جوعان يا عامر، ابغاكم. ما هو بوقتك، ما تشوف الظروف انت؟ ترى الحلاق بعيد، يبغانا نص ساعه على ما بال نوصل بيتكم يا عامر. اللي حصل مو طبيعي، انا عندي احساس انه بدر هو السبب. يا عيال لا تظلمون الرجال، خلاص اخلص موضوع الزواج وبعدين بطلع من ورا الموضوع. اوكي يا ابوي الحلاق فول، متى يجي دورك؟ ابيك تخفف الشنب وتخليه طويل مع الاطراف. هاي شنب يا ابوي، انت ما انت بشايف وجهك الا كنا صحن فاضي. خير يا ابوي خير خير، صف السره هناك. لا تمد يدك، لا تمد يدك، شو حركات المبزر هذه؟ يقول لك حلاقتك علينا ولك هديه لزقه خشم. اصلا انا مخلص. حياك حياك حياك، تفضل. هذا نظامك. السلام، حياك الله. يا هلا الله يحييك. هذه والله ساعة البار. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياك والله. يا هلا يا هلا يا هلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك ما شاء الله، مبروك. الله يوفقكم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. منك المال ومن هالعيال. مو مال المعرس، المعرس هذا جاي مبلخط. يا هلا يا هلا، حياك الله. يا اخوي عامر ابطا، وين راح؟ وين راح الناس المعازيم حضروا وكل حضر له؟ الله يصلحه بس. الله يصلحه، هذه عادته دائما يحرجننا يا ابوه. طيب تبين وديك القاعة ولا خدمك بشيء؟ ما يحتاج، انا بروح بسيارتي. يلا. الله يبارك فيك. الا غريبة يا عم، المعرس وينه ما وصل؟ حتى انا مستغرب، ما ادري ايش فيه ما وصل. هي بس ما يصير كذا، لازم يكون موجود عشان يستقبل المعازيم. صراحة مكياجك مرة حلو.